خيانتان من عهد تبون، مضخة العصابة لإفراز الأحقاد ضد المغرب. أقفل تبون في 12 دجنبر 2021 سنتين من رئاسته، حصيلتهما المزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تحاصر الشعب الجزائري من كل جانب. ويحاول ومعه الوصي عليه الجنرال شنقريحة جعل العداء للمغرب ولوحدته الترابية نهجا ثابتا للنظام في سياسته الداخلية والخارجية. وهذه بعض التواريخ التي تظهر في سنتين من ولاية تبون هوس النظام الجزائري بالحقد على المغرب أرضا وقيادة وشعبا، ليثبت أنه فعلا هو صاحب سياسة سوء الجوار في المنطقة. 24 نوفمبر 2019، ادعى تبون في عز الحملة الانتخابية الرئاسية خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة الحوار الموالية للنظام أن المغرب ارتكب خطأ كبيرا عندما قرر بمفرده فرض تأشيرات على الجزائريين في أعقاب الهجوم الذي ارتكب بمدينة مراكش سنة 1994، وأن سبب الخلاف بين المغرب والجزائر لا يتعلق بقضية الصحراء الغربية بل يعود إلى قرار فرض التأشيرة على الجزائريين. 13 دجنبر 2019، في أول تصريح له بعد الإتيان به رئيسا للبلاد بقرار قيادة المؤسسة العسكرية، ذكر عبد المجيد تبون المغرب بالاسم في ندوته الصحفية، مدعيا أن العلاقة مع المغرب مبنية على الاحترام المتبادل والندية، ولا أحد يزعم بأن له الوصاية على الجزائر. 19 دجنبر 2019، تزامن اليوم الذي تم فيه تعيين تبون رئيسا للبلاد مع انطلاق دول إفريقية وعربية ومن الكاريبي في فتح قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة، تأكيدا لاعترافها بمغربية الصحراء. 22 يناير 2020، ادعى في مقابلة صحفية أجراها مع مجموعة من مسؤولي الوسائل الإعلامية الوطنية العمومية، قلنا وسنكرر مهما بلغ الشتم والضغط أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار. 20 فبراير 2020، واصل تبون حملته العدائية للمغرب مدعيا في حديث لصحيفة لوفيغارو الفرنسية أن هناك لوبيا مغربيا ترتكز سياسته بالإجمال على كبح الجزائر. 14 مايو 2020، استدعى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بقدوم يوم 13 مايو 2020 سفير المملكة المغربية المعتمد حينئذ لدى الجزائر الأستاذ حسن عبد الخالق بسبب تصريح تم الادعاء أنه منسوب لقنصل المغرب في مدينة وهران وصف فيه الجزائر بالبلد العدو. 4 يوليو 2020، زعم الرئيس تبون في حوار بثته قناة فرانس 24 الفرنسية أن العلاقات الجزائرية المغربية تعيش وضعا غير طبيعي بسبب مواقف المغرب وتصعيده المستمر ضد الجزائر، وأضاف تبون أنه لن يبادر إلى فتح الحدود. 23 شتنبر 2020، طالب تبون في كلمة ألقاها أمام الدورة العادية 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بإجراء استفتاء تقرير المصير المؤجل منذ أزيد من 29 سنة، والتعجيل بتعيين مبعوث للأمين العام الأممي وتفعيل مسار المفاوضات بين طرفي النزاع. 14 أكتوبر 2020، أكد الرئيس تبون سياسة النظام المعادية للمغرب ولوحدته الترابية في زيارته مقر وزارة الدفاع بزعمه أن قضية الصحراء الغربية قضية استعمار ولا حل للقضية إلا باستفتاء الشعب الصحراوي. 13 نوفمبر 2020، أصدر النظام الجزائري تعليمات إلى ميليشيات البوليساريو لانفصالية للتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار المقرر منذ 1991 بعد إقدام القوات المسلحة الملكية على إفشال مؤامرة النظام الجزائري في معبر الكركرات. 12 دجنبر 2020، ادعت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه ليس له أي أثر قانوني ويتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة.
التاسع من مارس 2021، دعا الرئيس تبون في مداخلة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات إلى ما دعاه تنسيق الجهود الإفريقية والعمل على بلولة حل دائم للنزاع في الصحراء الغربية آخر مستعمرة في القارة السمراء. الثالث من أبريل 2021، أكد الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام المحلية سياسة النظام المناوئة لوحدة المغرب الترابية بادعائه أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية الاستعمار، وحلها يكون بالرجوع إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. الثامن من ماي 2021، ينفذ الرئيس تبون قرار المؤسسة العسكرية بشن حرب اقتصادية على المغرب بإصداره تعليمة رئاسية للحكومة ولمسؤولي الشركات الاقتصادية بخصوص تعاقد مؤسسات حكومية وخاصة مع كيانات أجنبية. الثاني من يونيو 2021، أدى تبون رفقة رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة حسب ما ادعه بلاغ رسمي زيارة اطمئنان على صحة المدعو غالي بالمستشفى المركزي للجيش في عين النعجة بالعاصمة بعد إعادته مهربا من إسبانيا إلى الجزائر. الثامن من يونيو 2021، جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقاء له على قناة الجزيرة القطرية عداءه لمغربية الصحراء مدعيا أن مسألة نزاع الصحراء الغربية تدخل في إطار لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة وأن لا مشكلة لبلاده مع المملكة. 18 أغسطس 2021، ترأس تبون اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن، قرر فيه تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على كل المنتمين للحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية إلى غاية استئصالهما جذريا، لا سيما الماك التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني. 24 أغسطس 2021، بعد أيام قليلة من قرار المجلس الأعلى للأمن، أعلن النظام الجزائري عن قراره بتصعيد العداء للمغرب بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 5 شتنبر 2021، قرر تبون استحداث 7 مناصب لمبعوثين خاصين تحت السلطة المباشرة لوزير الشؤون الخارجية لتكليفهم بقيادة النشاط الدولي للجزائر وفق 7 محاور، وعلى رأسهم عمار بلاني الذي تم تكليفه بما تسمى قضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي. وتصب المحاور 7 التي تم تكليف السفراء بها في مجرى واحد هو معاكسة المغرب في وحدته الترابية وعلاقاته في محيطه الإقليمي. 22 شتنبر 2021، ترأس تبون اجتماعا للمجلس الأعلى للأمم وتقرر الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل رقبة الجيل المغربي. 27 شتنبر 2021، طالب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح ما دعاه الشعب الصحراوي حق تقرير مصيره، وادعى أن تنظيم استفتاء حر ونزيه لتمكين هذا الشعب الأبي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي لا يمكن أن يظل إلى الأبد رهينة لتعنت دولة محتلة أخفقت مرارا وتكرارا في الوفاء بالتزاماتها الدولية. 7 أكتوبر 2021، دعا النظام الجزائري إلى ما زعمه انسحاب القوات المغربية من منطقة القرقرات في الصحراء المغربية لتسهيل البحث عن تسوية للنزاع في المنطقة بعد تعيين الإيطالي ستيفان ميستورا البالغ من العمر 74 عاما مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى الصحراء سنة 2019. 12 أكتوبر 2021، جدد تبون إرادة النظام في إدامة العداء إزاء المغرب وعبر عن رفضه لأي وساطة مع المغرب
مدعيا أنه لا يمكن المساواة بين المعتدي والمعتدى عليه. 31 أكتوبر 2021 أعلن تبون في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية عن عدم تجديد العقد الذي يربط الشركة الوطنية سوناتراك بالمكتب المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 يوليوز 2011 الذي ينتهي يوم 31 أكتوبر 2021 منتصف الليل. 31 أكتوبر 2021 أصيب النظام الجزائري بانتكاسة جديدة بصدور القرار الجديد لمجلس الأمن الذي ثبت الجزائر طرفا في النزاع المفتحلي حول قضية الصحراء، وشدد على مشاركتها في الموائد المستديرة تحت إشراف المبعوث الأممي، مؤكدا وجهة مقترح الحكم الذاتي لحل النزاع. 3 من نوفمبر 2021 اختلق النظام الجزائري قصة مقتل 3 جزائريين في المنطقة العازلة في الصحراء المغربية لتصعيد عدائه للمغرب وجر المنطقة إلى فتنة جديدة. 5 من نوفمبر 2021 ادعى تبون في حوار مع صحيفة ديغشبيغل الألمانية أن البلدان الأوروبية تتخيل عن طريق الخطأ أن المغرب بطاقة بريدية جميلة، وتصور الجزائر كنظام مشابه لنظام كوريا الشمالية، وزعم أن المغاربة يريدون تقسيم الجزائر وأن بلاده تدعم تقرير المصير في قضية الصحراء. 26 نوفمبر 2021 ادعى الرئيس تبون في حديثه الدوري مع الإعلام المحلي أن العلاقات الطيبة لبلاده مع الجميع إلا مع من يريد معاداة الجزائر، وأعرب عن أسفه المزعوم إزاء علاقات التعاون بين المغرب وإسرائيل، مدعيا أنه لأول مرة منذ أن خلق الكيان خزي وعار أن يهدد بلد عربي من بلد عربي آخر.